مساء النور واحلى مساء لجميع متابعين ام جي عالم الترو. رح نحكي عاطفه من 17 الى 24 هيدا الشهر. يا ترى شو اللي مخبي لكم ابتداء من برج الحمل؟ عزيزي وعزيزتي الحمل، باثناء هذه الفتره عم شوف عندكم امور واعده في العاطفه والحب. الأشخاص اللي شريكهم عنيد أو مش عم يسمع الكلام وعم بعذبهم بهالفترة، وصلتوا إلى نوع من الهدوء العاطفي اللي خليكم تفكروا فيه بشكل أوعى، ولكن رح يرجع يتحسن وضعه معكم إلى الأفضل. الحب بأثناء هذه الفترة ثابت، هناك لقاء وهناك اتفاق، والأمور رح تضل ماشية إلى الأفضل، واتصالات حتى أنتوا أحساسكم صار أحسن من قبل، وكتير أشياء عم تتغير معكم بالنسبة إلى العاطفة. أما من ناحية الشريك تحديداً، عم شوف الشريك بهالفترة عم بحاول ينصفكم، وخصوصاً اللي بدكن مال من الشريك. مال والحب، عم بحاول إنه يحصل مال لحتى يدفع لكم. جايز هاي الشراكة وصلت إلى حد أصبحت مالية فقط، أو مادية، أو فيها شيء من التحقيق المادي. المال رح يوصلكم من هذا الشريك، أموركم رح تتفق معه في طريقة أو بأخرى، بحاول أنه ينصفكم الأمور إيجابية. الوضع العام للحمل بهذا الأسبوع رح يكون إيجابي ومشرف، وعنده ارتقاء في لقاءاته العاطفية، ومهما كان الشريك عنيد أو غير صادق، أو مهما كانت المواجهات اللي صارت معكم في السابق، كأنه هلأ ندمان وعم بحاول يخطط إلى أنه يصير وضعه أحسن معكم لسبب أو لآخر. الحمل بهالفترة شعوركم وإحساسكم أنه العاطفة ليست كافية، أو ما في اهتمام من ناحية الشريك، أو أنتم وحيدين، هذا هو شعور نفسي وشخصي فقط، لا أكثر ولا أقل. إن شاء الله بتغير بالأيام والأسابيع القادمة، وبصير وضعكم النفسي أفضل. خلينا نشوف وضع العازبات المطلقات وعازبين والعازبات بهالفترة. هناك معاناة من ناحية الشراكة والحب، إحساس بالوحدة وإحساس بعدم السعادة. أما متزوجات الحمل فبهالفترة عم شوف وضعكم المالي جيد، في العاطفة، في العائلة أموركم جيدة ومتوازنة، هناك لقاءات إيجابية في الحب، في العائلة عم تتوازوا، عم تتلاقوا في نفس المكان ونفس الطريق من جهة الفكر والعقل. من ناحية المنفصلين أو المطلقين، اللي فئة منكم حابين يكون عندهم رجوع، حابين يرجعوا للحبيب والشريك. أما الأرامل فعم شوف هناك عروض لألكم رجال ونساء لحياة جديدة. العلاقات الثلاثية عند الحمل بهالفترة يشوبها الإيل والآل والمناحرات والمشاكل. واحد منكم حابب أنه ينسحب، وجايز يغير أسلوب تعامله مع الشريك بهذه الفترة. ثور الحب معكم متغير متقلب، أموركم مش عم تقدروا تحسموها بطريق أو بآخر لسبب من الأسباب. واضح أنه في بعض الأمور المعلقة بكتير ناس، يمكن أنتوا بعلاقة ثلاثية أو بعلاقة مع ناس مش فاضيين لإلكم، أو عندهم ناس تانيين، أو كانوا في علاقة سابقة، أو في أمنكم بس بدأ أي حدا أي كلام لحتى يكون في عندها عاطفة، عم تفتقد لهالشي بحياتها العملية اليومية. في العاطفة في الحب هناك بعض المشاكل، بعض الغيرة، بعض العناد لسبب أو لآخر. الأمور منا كلها واضحة، ما عم يحكوا لكم كل شيء، مش عم يخبروكم كل شيء، أنتم لستم على بينة بكل الأمور اللي عم تحصل. عندكم انتظار طويل في سبيل الوصول إلى هذا الزواج أو هذا القرار أو هذا الحب. من ناحية العازبين والعازبات بهالفترة، صراحة اللي عم شوفوا انتو كمان معندين في الحب، في العاطفة، في العلاقات العاطفية بهالفترة، ولكن وضعكم افضل بكتير من باقي الثور. قد يكون هناك من يمتحنكم في العاطفة لحتى يشوف اذا كنتوا الشريك المناسب او لا، فيما بعد بقرروا باي اتجاه رايحين، وعلى الاغلب الاتجاه ايجابي. في امنكم اللي ما عندها علاقات في الوقت الحالي رح تضل وحيدة منتبهة الى نفسها فقط.
متزوجين الثور بهالفترة مبين عندي بعض الخلافات، هناك بعض العناد وعدم التقدم، في منكم بدها تنفصل، بدها تطلق، ممكن الشريك هو اللي بده يطلق مش انتو اللي حابين تطلقوا، ولكن هذه الأمور والانفصال والزعل والخلافات والعياط، صوت العالي بالبيت، بدكم تلاقوا لها حل لحتى تقدروا تعيشوا بهدوء. منفصلين ومنفصلات أو مطلقين، الثور بهالفترة، الثور مش عارفين شو بدهم يعملوا، ما عارفين إذا بيرجعوا أو لا، كانوا ناطرين إنه يصير في رجوع، للأسف ما مش الحال. فلذلك بهالفترة عندكم بعض من الضياع في سبيل أخذ القرارات. تروش شوي، خلونا نشوف الأسبوع اللي بعده شو بصير فيه. أما الأرامل من طرفين من الثور، فعم شوف بهالمرحلة لازم تنطروا شوي قبل ما تتواصلوا مع علاقات جديدة. الثور بشكل عام عم بيجي ناس، عم بيجي طلبات، في ناس بدها، بس هو معند، مش حابب انه يتقدم. في اشياء كتير لازم تتغير بحياتكم. اولا التغيير العاطفي بده يكون من الداخل مش من الخارج، وتقرروا انتو قبل الشريك ما يقرر لكم، او الكون يقرر لكم شو هو يلي بده يصير معكم. عزيزي وعزيزتي الجوزاء، خلينا نشوف شو مخبي لكم عاطفيا في هذه الفترة للجوزاء. الجوزاء على ما يبدو أموركم مستقرة في العاطفة حاليا، عندكم كبرياء وعندكم نوع من تحقيق الأشياء اللي أنتوا بدكم إياها. ما بقى كتير تهتموا للشركاء اللي ما بيدعموكن أو ما بيهتموا فيكن أو ما بيعطوكن أهمية، أصبحتوا الآن مهتمين بأنتو شو بدكن، وهالأشخاص اللي عم تتركون هلأ بلشوا بدون يرجعوا، هلأ عرفوا بقيمتكن، صاروا يفهموا أنتو مين، شو فكركن، كيف رأيكن، صاروا هلأ بدون يرجعوا. بالقبل كانوا مهملينكن، ما كانوا عم يعطوكن الاهتمام الكافي، هلأ ندموا، الآن الندم عم. فئة منكم اللي عم تفكر بالزواج رح تحصل عليه في الأيام أو الأشهر القادمة على الأغلب، ورح يكون إيجابي مثل ما أنتوا بدكم، ولكن إذا حسمتوا أمركم مع هذا الشريك. عازبين وعازبات برج الجوزاء بهالفترة، إحساسكم بعدم الثقة بالنفس والخوف من أنه ما يكون في زواج أو مستقبل ليس بمحله، رح يكون في كل شيء بدكم اياه رح تحصلوا عليه، وايجابيا اذا انتم بتغيروا طريقه حياتكم، طريقه تفكيركم، وطريقه تعارفكم مع الناس تقوا الاشخاص الصح. اما المتزوجين والمتزوجات، فعم شوف كان في بعض الخلافات بلشت تتحسن، هناك هدوء على صعيد البيت والعاطفه ومع الشريك ما من الطرفين رجال ونساء الجوزاء. منفصلين ومطلقين الجوزاء بهالفترة عندهم عرض للرجوع، بس خايفين ما حابين، بدون يجربوا أشياء جديدة، يمكن ما يرجعوا للمنفصلين عنه أو الشريك القديم أو زوج أو زوجة القديمة، ولكن معروض عليهم أنهم يرجعوا، بس هن على الأغلب غيرين رأيهم وحاسمين أمورهم. عزيزي وعزيزتي الجوزاء الأرامل من الرجال والنساء، هالفترة أفكاركم عم تتغير، أنتوا باتجاه إلى مناطق أفضل فكريا وقلبيا وعقليا بشكل عام. هلأ الحب معروض عليكم، بس أنتوا رح تاخدوا وقتكم. جوزاء أسبوع رائع في الحب، أسبوع جيد، أسبوع هادي، بتكيفوا أنتوا مثل ما بدكم بالطريقة اللي بدكم تتعايشوا معها. إذا بدكم ترجعوا الشريك فيكم ترجعوا، إذا ما بدكم ترجعوا الشريك حابين تعرفوا على ناس تانيين، هيدا الأسبوع جيد للثقة بالنفس، بناء الأشياء لمصلحتكم أنتو كما أنتم تريدونها. بالتوفيق لبرج الجوزاء. السرطان والحب، يا ترى شو مخبي لكم بهيدا الأسبوع من 17 ل 27 عزيزي وعزيزتي السرطان؟ أموركم في الحب منا محسومة بهالفترة، عندكم بعض المخاوف، في أمينكم وحيدين ما عندهم شريك أو ما عندهم حبيب، في أمينكم عايشة على ذكريات بعض الحب القديم، منا عارفة شو بدها تعمل. الوقت غير مناسب لشراكات أو صداقات جديدة، يمكن لأنه عندكم سفر أو أنتم مشغولين أو حياتكم ملخبطة بهذه الفترة. هذا الأسبوع ليس الأفضل في الحب حالياً،
مواجهات في الحب في العاطفة، إذا كان عندكم شريك فهذا الشريك ممكن يكون غير ثابت عشان هيك بضلوا يعمل مشاكل، أو بجوز أنتوا بتعملوا مشاكل معه. فهذا الأسبوع متقلب شوي، حاولوا ما كتير تزعلوا أنفسكم سرطان. بالنسبة لعازبات وعازبين برج السرطان، عندكم عروض للحب، عندكم لقاءات في العاطفة ممكن تلتقوا مع، عفوا عذراء، ممكن تلتقوا مع ثور، ممكن يصير في عندكم لقاءات جديدة في الحب والعاطفة، وممكن تسمر عن شيء أو زواج في المستقبل. أما بالنسبة للمتزوجين بهالفترة، عم شوف هناك بعض العناد، فئة منكم دخلت في دور أنا زهقت ما بعرف شو بدي أعمل، هذا الوجع عم ضايقني، هالعلاقة وهالزواج مش عم يزبط معي كتير، بدي أغير، أو اكتشفتوا أنه في خديعة أو أنتوا عم تغشوا على الشريك. أما من ناحية المنفصلين والمطلقين من السرطان، فعم شوف فئة منكم ندمانة، حابة ترجع، في ذكريات أليمة مش عم تقدروا تنسوها، مش عم تقدروا تتقدموا لقدام. أيضا أرامل السرطان بهالفترة عندهم عروض، في أمينكم عندها عروض، بس هي منا عارفة تاخد قرار، إن شاء الله بتاخدوا قرار بوقت قريب جدا. مقدم لإلكم عاطفة وحب. عزيزي وعزيزتي السرطان، أحاسيسكم وعواطفكم متحاكمة فيكم كتير في هذا الأسبوع، ولكن في أمينكم ممكن تقرر ترجع للشريك أو الحبيب من أجل الأولاد إذا عندكم أولاد منه. أما العازبين والعازبات بهالفترة فهن أفضل أشخاص في الكانسر أو السرطان في العاطفة والحب هذا الأسبوع. عزيزي وعزيزتي السرطان، بالتوفيق إن شاء الله. اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. الأسد، الأسد شو مخبي لكم بهالفترة وما هي الأمور التي ستتكشف عنكم في أسبوع 17 ل 27؟ أسد، علاقاتنا العاطفية اجت فترة كانت كويسة خلال هذا الأسبوع، في بعض التغييرات، ولكن الحبيب رح يرجع من الماضي، رح يحاول يتواصل معكم لسبب أو لآخر. جايز إنه زهق، أوكي، جايز إنه اكتشف إنه غلط، ما بحب يعترف بغلطه. ممكن هو كمان يكون برجه الأسد أو برجه هوائي، بين عندي هوائي أكتر وفي شوية ناري، وأيضا اكتشف أنه بحبكم، لفئة منكم اكتشف أنه بحبكم وبده يرجع يكون معكم بنفس المكان أو نفس الموقع أو نفس البيت. بس انتبهوا، لأنه حتى لما بيرجع هذا الشريك أو الحبيب أو الشريكة رح يرجعوا يعملوا لكم مشاكل فيما بعد، بتكونوا سعيدين لفترة وبتضلوا سعيدين لفترة، لا ما عنده هو استقرار عاطفي ولا انتو عندكم استقرار عاطفي. اما عازبين الاسد تحديدا، فعم شوف عندهم بعض الحزن وعدم السعادة، حدا ضحك عليكم او حدا كذب عليكم، اكتشفتوا هالشي او استغليتوا لسبب او لاخر للأسف، وهلأ عم تحاولوا تلملموا الأحداث اللي مرت أو الأمور اللي صارت معكم وتحسنوا من وضعكم، تبتعدوا عن الناس. من ناحية المتزوجين من برج الأسد، وضعكم أفضل شوي، أخذتوا قرار إما تحاولوا تعيدوا الأمور أو تهدوها، في تقدم لإلكم بهالعلاقة، ممكن في استمرارية، مش عم شوف في أي طلاق، بس في نوع من المحبة. أما المفصلين والمفصلات أو مطلقين ومطلقات بهالفترة، عم شوف إحساسكم متجه إلى مكان آخر، إحساس مالي، إحساس اهتمام شخصي بنفسكم، اهتمام بحياتكم، حاسين حالكم مربطين، ما حابين تدخلوا بعلاقات جديدة. الأرامل بهالفترة ليسوا مستعدين للمواجهة والحب، ما عندهم استعداد هلأ يدخلوا، عم يهتموا بنفسهم شوي، عم يحاولوا يتعاملوا مع وضعهم شوي. أسد، أنتوا بحاجة للسفر، بحاجة للتغيير، بحاجة للخروج من هذا المأزق، في إلكم فترة أنتوا بهذا المأزق، صار لازم تخرجوا من هذا المأزق اللي أنتوا واقعين فيه، مخليكم إحساسكم في العاطفة ضايع صراحة. أسد، ضايعين شوي، بدنا نركز أمورنا بهذه الفترة.
بالتوفيق للأسد. عزيزي وعزيزتي العذراء، يا ترى شو مخبالكم من أسبوع 17 إلى 27، وما هو الحب والعاطفة اللي جايين لإلكم بهذه الفترة؟ عذراء طفولين شوي بهالفترة، حالمين، حابين سيطروا على الأمور العاطفية، وخصوصا العاطفة المتعلقة بالعلاقة الشخصية أو الجنسية في البيت. مش عم تحسوا إنه عندكم إشباع للأشخاص المتزوجين أو عندهم ارتباط؟ مش عم تحسوا إنه الشريك أو الشريكة عم يعطوكم اهتمام؟ مش عم تحسوا إنه الأمور ماشية حسب ما أنتوا بدكم؟ ساعة بتنفخوا حار، ساعة بتنفخوا بارد، بتحسوا إنكم مظلومين، ما عم يهتموا فيكم، ولكن بالحقيقة أنتوا شوي متطلبين بهالفترة. ما بعرف شو هو السبب، ولكن إحساس بالوحدة أي نعم بتحسوا فيه، بس أنا شايفة أنه أنتوا ضايعين شوي، ضايعين هذا الأسبوع عاطفيا. هذا الضياع متأثر بأشياء كتيرة، يمكن مرقتوا بعيد ميلاد معين أو بفترة من العمر معينة، أو حاسين ما أنجزتوا الشي اللي بدكم إياه، أو بجوز أنجزتوا ولكن حاسين انه الشريك مش عم يعطيكم اهتمام كبير. الاوضاع بتتحسن على نهاية الاسبوع، اموركم بتصير افضل. عازبات العذراء وعازبين العذراء بهالفترة مش عم بيركزوا على العاطفة، عم بيركزوا على المال، على الاعمال، على وفاء الديون. الحب مش كتير متأثرين فيه هلا، عم بيفكروا باشياء جديدة. اما من ناحية المتزوجين ففي بعض، يمكن الشريك والشريكة بيسافروا أو ببعدوا، أو عندهم بيت تاني أو زوجة أو زوج أخرى، وأنتوا حاسين بالوحدة حاليا، أو فكرهم دايما مشغول. أما المنفصلين والمطلقين فعم شوف أنه عم بيعانوا عاطفيا من خديعة، من شيء مروا فيه أزعجهم. جايز هذه الخديعة تعرضوا لها لكانوا حاسبين حسابها، أو جايز لما طلقوا كانوا حابين يرجعوا ما توقعوا إنه ما يحدث الرجوع. أما الأرامل بهالفترة فما عندهم أي تركيز أو تفكير في الحب والعاطفة، أمورهم منصبة على أشياء بدهم يعملوها ويخلصوها بحياتهم، ولا أن يشفوا من الحزن والألم اللي هن فيه. عذراء عاطفيا تقلبات كتيرة هذا الأسبوع، عدم استقرار هذا الأسبوع، ناس كتير عم بتخوض بقصص وأخبار العاطفة تبعكم، ناس عم تحكي بهذه الأخبار. مهما كنتوا متزوجين مطلقين، شو ما كانت صفتكم، مش عم شوف كتير من السعادة بهذا الأسبوع. إن شاء الله هذا الأسبوع بتوصلوا إلى الهدوء العاطفي اللي بدكم إياه، بكون وضعكم أفضل، خلوا فكركم مركز أكتر. بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي الميزان، شو عم بصير معكم عاطفيا هيدا الشهر؟ الميزان بهالفترة قرارات بدو ياخدها ضمن البيت وضمن الشريك والعاطفي ليقرر شو حابب يعمل في الفترة القادمة. عم بيسأل حاله، هل أنا سأستمر في هالعلاقة أو لا؟ إحساسي إني غير سعيد، مش عم تحصلوا على الاهتمام اللي بدكم إياه. فئة منكم ممكن اكتشفت خداع الشريك أو غش أو أي شيء حصل كان غير متوقع. بهالفترة عم تفتشوا على الهدوء العاطفي ميزان. إحساسكم مربوطين، أوكي، في تغييرات لازم تعملوها. ميزان بهالفترة العلاقات العاطفية مش عم تسمر مثل ما كانت تسمر قبل معكم. الحب والعاطفة متقلبين، متعلقين ببعض الأطماع من الشركاء اللي معكم، أو بجوز أنتوا عندكم أطماع فيهم. مهما كانت الظروف فئة منكم عندها تغييرات عاطفية بخلال هيدا الأسبوع، بالفكر، بالحياة، بأسلوب التفكير. عازبين الميزان بهالفترة عم شوفهم عم بحاولوا جادين إلى أن يكونوا متزوجين وينتبهوا للزواج والبيت والعائلة، وهذا شيء مهم بالنسبة لهم. أما
المتزوجين من الميزان بهالفترة، فعم شوف بعض الخلافات في أمينكم حابة تطلع مع أنه معروض عليها الهدوء، ولكن فئة حابة تترك أو تطلق أو تنفصل أو تبعد عن البيت غير سعيدة، أو الشريك غير سعيد وعم بيقل أنتو عم تقولوا له لا لازم اتفل. مهما كان الوضع هون تغيير بيحصل، إن شاء الله بيكون تغيير إيجابي، بس بتكون تعملوا موازنة بقلب البيت. المال هو سبب مشاكلكم. أما الأشخاص المنفصلين أو المطلقين ما في رجوع للطليق، أو المنفصلين عنه واضح أنه كذب عليكم أو دخلتوا في شيء من الكذب أو اكتشفتوا خديعة. الأفضل أنكم تبعدوا عن هذا الإنسان، ولكن أنتوا أحرار في الاختيار. الأرامل بهالفترة والرجال والنساء عم شوفهم عم بيفكروا بالبحث عن حب وعاطفة، بس كأنه بهالفترة ملتهين مع العائلة والأشخاص المسؤولين عنهم، فمش عم شوفهم كتير مركزين على هيدا الشيء. عزيزي وعزيزتي الميزان، إحساسك بالسيطرة على العلاقة أو العاطفة بهالفترة إحساس متضارب. أحياناً كتير ما بتنام منيح، بتحس حالك وحيد حتى لو كنت في علاقة، مش عم تحس إنه أنت مفهوم من قبل الشريك، وهذا الشيء واضح كان في بداية العلاقة. عدم فهم، عدم تجانس، ما في تكافؤ في هذه العلاقة. ففي أشخاص كتير بجوز تكتر المشاكل، يكتر العياط، تكتر الغيرة، التفتيش بالتليفون، بعض الشك، بدنا ننتبه. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي العقرب، شو مخبي لكم عاطفيا يا ترى هيدا الأسبوع، وما هي الأمور التي سيكشف عنها هيدا الشهر؟ عقرب، الأمور جيدة على صعيد العاطفة. بعض الأحيان بتحسوا أنكم مش مفهومين أو بتحسوا بالوحدة الداخلية، نظرا لأن شخصيتكم قوية، متطلباتكم من الشريك ممكن تكون زيادة شوي، حس أنه بحس حريته مؤيدة أو ما عم يقدر يعبر عن اللي بده إياه. أنتوا كمان تدخلوا بتطلبات، تقلبات مشاعر كتيرة عقرب، أوكي؟ ساعة فوق ساعة تحت، ساعة بتغاروا ساعة بتحنوا، ساعة بتحبوا ساعة بتكرهوا، فهذا الشيء صعب عليكم وصعب على الشريك، ولكن على الأغلب رح تقدروا بالنص نص الأسبوع تكون عندكم سيطرة أفضل من بداية الأسبوع ومن نهايته. حاولوا عزيزي وعزيزتي العقرب ما تفتعلوا المشاكل لنفسكم، لأنه من الصعب أنه يفهمكم الشريك، أو حاولوا اشرحوا له أو اشرحوا للشريك شو عم بيصير معكم ليقدروا يكونوا معكم على نفس الصفحة. عاذبين العقرب هالفترة ما عم بيفكروا بالزواج، من علاقة لعلاقة، من مكان إلى مكان، عم بيفكروا بحريتهم بشكل أكتر وكيف بدهم ينجحوا بعملهم ومالهم. أما المتزوجين فمدى الصراع اللي صاير داخل البيت عم يأثر على العائلة، على البيت، على الأولاد. ما في هدوء بهالفترة للمتزوجين، لذلك بدكم تشوفوا شو هي المشاكل، شو سببها، حاولوا تحلوا أموركم، خصوصا إذا عندكم أطفال بهالفترة. المنفصلين والمطلقين في العقرب، الرجوع ممكن ما يكون هو الحل الأفضل، بجوز ينطرح عليكم بس يمكن انتو تحبوا حريتكم بشكل افضل وما تقدروا، ما بدكم ترجعوا، اوكي؟ اما الارامل من الرجال والنساء فعم شوف الحب معروض لألكم، انتو افضل مجموعة معروض لها الحب، رح تحدد حياتها المستقبلية بالنسبة للحب العاطفي وتتجه الى الحب. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي العقرب، أسبوع صعب عليكم شوي، في تغييرات عاطفية كتيرة، أحاسيسكم كتير قوية. شهر نوفمبر، شهر 11 بشكل عام هو شهر صعب، اختيارات كتيرة، إحساسكم بأنه مش مستعدين تخوضوا تجارب جديدة، ولا ما أثر عليكم بهذه الفترة. عقرب، هدوا أموركم شوي، طولوا بالكم، مش كل شي بصير بالعياط، بدنا نتفاهم شوي
أن نهدي الأمور الغيرة والعناد، فبينفعونا بهالفترة. الحب موجود لإلكن، بس الحبيب ما عم يقدر يفهمكن. بالتوفيق لبرج العقرب. القوس والعاطفة، شو مخبى لبرج القوس يا ترى؟ وما هي الأمور التي ستكشف عنها في هيدا الأسبوع؟ عزيزي وعزيزتي القوس، هيدا الأسبوع جيد ورائع على الصعيد العاطفي. كان في بعض الخلافات مريتوا فيها، زعجتكم شوي، ممكن آثارها لا تزال عندكم، ولكن انتوا سعيدين بهالفترة. مع بداية الأسبوع الجديد الأمور رح تكون أفضل، أما على نهاية الأسبوع بعض الخلافات في الشراكة وفي الحب بسبب الناس حابة تتملككم، مش عم يقدروا يتملكوكم، مش عم يقدروا يسيطروا عليكم، مش عم يقدروا يفهموكم. انتوا ناس تحبوا الحرية، تحبوا الحب، تحبوا العطاء، ولكن الحرية بالدرجة الأولى هي عنوانكم، فهذه الناس مش عم تقدر تتفهمكم، انتوا مش عم تقدروا تتفهموا مع هذه الأشخاص أو الشركاء. لذلك دائما في ترك ورجوع، رجوع وترك، ابتعاد اقتراب، دخول ناس تانيين، ابتعاد من ناس تانيين، وهكذا حياة صعبة لإلكم قوس. القوس العازب بهالفترة مش عم بحاول يركز على الحب، لازم تشتغلوا أكثر على تصليح علاقاتكم، تشوفوا شو بدكم تعملوا مع الشركاء اللي انتوا معهم. خلاف كتير كبير بهالفترة لسبب أو لآخر مش عم بخليكم تتقدموا لقدام، مش عم بخليكم تركزوا على أمور تانية بحياتكم. عزيزي وعزيزتي القوس، انتبهوا من ترك الشريك أو هو يترككم، انتبهوا من الخداع، انتبهوا من الكذب في العلاقة اللي انتوا فيها. متزوجين القوس بهالفترة، العلاقة الثلاثية حتما واضحة وأكيدة، واللي عم يسأل إذا شريكي عم بيخوني أو هل هناك خيانة، فالخيانة موجودة، أوكي، وهذا القلق اللي أنتوا عايشين فيه ليس وهم. أما من ناحية المنفصلين، الرجوع هلأ غير مناسب، كل واحد منكم عم بحاول، أو المطلقين الرجوع غير مناسب، كل واحد منكم عم بحاول يشد الأمور إلى مصلحته. مخاوف كتير بهالأسبوع، ما بعرف شو عم بيصير معكم، عندكم خوف، عندكم قلق، عندكم عدم إحساس بأنه أنتم محبوبين قوس بشكل عام، يعني مع كل الفئات وبشكل عام إحساس أنه أنتم مش محبوبين، ما بعرف شو هو السبب. أما الأرامل بهالفترة من الجهتين فعم بحاولوا يحلوا أمورهم، يحلوا أزمتهم النفسية، يطلعوا منها ويتجهوا إلى حياة جديدة وحب جديد. بالتوفيق لألون. أنتوا عم تلاحظوا أنه الشخص الوحيد اللي عم يتعلم الدرس من جميع الأبراج هو الأرامل، نساء ورجال، لأنه بحسوا أنه الفقدان بصير بلحظة وما في شيء بيستاهل بهذه الحياة، لذلك ما بياخدوا شيء ضامنينه أنه يبقى مدى العمر. قوس بشكل عام، أيامكم جيدة بس أحساسكم بالخوف وأحساسكم بعدم الأمان هو اللي عم بخليكم غير سعيدين. تبعوا الحاسة السادسة، تبعوها، تبعوا أحلامكم، عندكم تواصل روحي مع بعض الشركاء اللي مروا بحياتكم وتركوا بصمة على حياتكم، بجوز بتشوفوهم بأحلامكم، بتشوفوهم بالمنام، بجوز تتواصلوا معهم روحيا حتى ولو كانوا مش موجودين بحياتكم، هني كمان عم يتواصلوا معكم خوس. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الجدي، ما هو وضع الحب والعاطفة عند أسبوع من 17 إلى 27 لبرج الجدي شهر 11؟ الحب والعاطفة عند هالجدي هادية هيدا الأسبوع، بعد المناحرات بالنص الأخير من الأسبوع، ولكن تهدأ الأمور مرة تانية. أحساسكم أنه لازم تروقوا شوي، تعملوا رواء من أجل الفكر، العاطفة والحب. بتطنشوا أحيانا لأنه بتحسوا أنه الشريك أي نعم ما بيرد عليكم كل الأحوال ودائما معاند، ولكن الاختيار لم يكن صحيح،
فالجدي بهالفترة عنده نوع من الهدوء، عم بهدي أموره شوي، عم بحاول يغير من طبعه، عم يغير من عاداته، عم بيقضي وقت مع العائلة، أوكي، عم بحاول يخلق جو هادي في العاطفة. أما العازبين من الجدي فالعلاقة في الحب صعبة شوي، فيها بعض الصعوبات، عم تواجهوا تحديات بهالفترة، عم تواجهوا بعض الخلافات، بترجعوا لبعض مرة تانية، بتختلفوا بترجعوا، بتختلفوا بترجعوا. انتو نقيتوا الشريك الطفولي شوي، وانتم ايضا احيانا طفوليين وغيورين، هيدا هو السبب، ولكن الحب موجود وقوي جدا. اما اللي ما عندهم حب فجايلهم حب قريبا. اما من ناحية المتزوجين فعم شوف هناك اتهامات وخلافات وطلوع خلق بهالفترة، احساس بعدم السعادة، وناس بدها تترك البيت او تنفصل لسبب او لاخر. الجدي لا يحب الانفصال، ولكن اذا اضطر ممكن يعمل هالشي، خصوصا لما بينجرح كبرياءه، وفي هذه العلاقة انجرح كبرياء الجدي. المطلقين والمنفصلين من الجدي عندهم رجوع او علاقة جديدة بتتقدم لكم، الحب قادم، حياة جديدة قادمة، انتقال من مكان الى مكان عاطفي في قلب انسان او شريك جديد. ان شاء الله بالتوفيق، وواعد جدا هذا اللقاء وهذا الحب، وسيكون لمستقبل طويل وبعيد الامد. اما الارامل من الرجال والنساء بهالفترة فمش عم شوف الحب هو الشيء اللي انتو عم تفكروا فيه او حابين تسيطروا عليه او تاخدوا منه، اموركم كتير مشربكة هلا، والحب ليس الافضل، حسسكن بعاد عن اي شيء عم بتفكروا بحلول لمواضيع اخرى. بالتوفيق ان شاء الله. عزيزي وعزيزتي الجدي، بتقدروا تعملوا اسبوع هادي اذا انتو حبيتوا. هناك بعض المخاوف عندكن في الحب والعاطفة، انتو كمان بتحسوا انه الشركاء مش عم يعطوكن الاهتمام الكافي، خوفكم من انه يكونوا عم بغشوا عليكن او عم يطلعوا مع حدا تاني. ممكن هالشي يكون صحيح، ولكن على الاغلب بدنا نقوي ثقتنا بنفسنا، بدنا نحاول ما نخلق مشاكل لحتى لنهدي العلاقة وتكون إلى الأفضل. احكوا مع الشريك أفضل شيء. بالتوفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي الدلو، شو عم بصير معكم يا ترى في الحب والعاطفة هيدا الأسبوع؟ ما هي الأمور التي سيكشف عنها الورق من أسبوع 17 إلى 27 شهر 11 لبرج الدلو في الحب والعاطفة؟ الدلو واضح أنه عندكم بعض الخلافات العاطفية بهالفترة، جايز الحب والعاطفة كانوا معكم بالعمل، أو في استثمارات بيناتكم، أو عمل أو أشغال مع بعض. إن شاء الله أموركم تكون أفضل. بعض الخلافات بتشتد فيما بعد، بتقرروا إذا بتكون ترجعوا للشريك أو لا. أحياناً بيحكي معكم، أحياناً بسكر تليفون، أو أنتوا بتعملوا نفس الشيء، أحياناً بتبلكوا بعض أو هو ببلككم. أنتوا بحاجة للنضوج الفكري والواعي إلى أن تتقدم هذه العلاقة وتصير أفضل، ولكن على نصيحة، أوكي، أنتوا أحرار شو بتعملوا. اللي حابب يسمع النصيحة، هذا الشريك أو الشريكة ليسوا بالأفضل لكم، مش من مصلحتكم، وهذا الخلاف رح يستمر إلى فترة طويلة. عازبين وعازبات الدلو بهالفترة عم شوف عندهم مواجهة مع إنسان أو شخصية أو إنسانة غير صادقين، وعم بيتسلوا أو عم يلعبوا بعواطفكم، ما عندهم أي استعداد بالاستقرار أو البقاء معكم لسبب أو لآخر. جايز أنتوا اكتشفتوا عم يغشوا عليكم، أو حدا خبركم، أو اكتشفتوا كذب. انتبهوا، دلوا من هذه العلاقة المتقلبة وهذا الشريك أو الشريكة اللي جايين للتسلية فقط. متزوجين الدلو الرجال والنساء بهالفترة، هدوء على صعيد المنزل، في أمنكم عند سفر أو انتقال من مكان إلى مكان، يجوز بعده عن الشريك فترة. علاقة جيدة فيها بعض الخوف، ولكن لا يوجد أي نوع من المشاكل.
المنفصلين والمطلقين بهالفترة عم يواجهوا تحديات في العاطفة والحب، إما مع الشريك اللي كانوا حابين يرجعوا له أو الزوج أو الشريك الحالي. هناك انفصال وخلاف قد يحدث أو يحدث بعض المشاكل التي تؤذيكم، حتخليكم تكونوا سعداء بفترة من فترات الأسبوع، وهذا السبب بسبب عدم اهتمام الشريك فيكم أو أنتم مش مهتمين بالشريك. يمكن فترة وبتعدي أو اخترتوا لفترة قصيرة، مهما كانت الظروف هذه الشراكة ليست بالرائعة. أما أرامل الدلو من الرجال والنساء بهالفترة فعم يطلعوا إلى حب جديد، عم يطلعوا إلى انتقال جديد، وهناك فرص جاية لكم قريبا، ورح تنسوا الحزن اللي تركتوه وراكم، وتغييرات إيجابية حتصير بالنسبة لكم. الدلو بشكل عام بالحب والعاطفة أموركم رح تتغير إلى الأفضل، مهما واجهتوا كل هالتحديات اللي حكيت عنها رح يكون في أيام جاية أفضل، أيام أحلى. أنتوا شخصية محبوبة بشكل عام، والناس ما بتقدر تنساكم، دايما بحاولوا يرجعوا أو يحكوا معكم من بعد ما يحسوا بالندم أو بإحساسهم أنهم ظلموكم. بالتوفيق لبرج الدلو. وأخيرا وصلنا إلى الحوت. عزيزي وعزيزتي الحوت، عملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعاري بس المباشر. واللي بيحب يعمل معي قراءة عاطفية خاصة www.mjnaro.com إلى على موقعي لحجز القراءات العاطفية الخاصة. يترى شو مخبل الحوت ما بين 17 إلى 27 شهر 11، وما هي الأمور التي سيكشف عنها الورق؟ عزيزي وعزيزتي الحوت، مخاوفكم في الحب دليل على أنكم إحساسكم عالي ومرهف بهالفترة، عم تحاولوا تبعدوا شعور الوحدة عنكم، عم تحاولوا تخلوا حياتكم وردية، حب جديد، لقاءات جديدة، وعلاقات رائعة رح تتكشف لكم في الأيام القادمة. حدا زعلكم أو كسر قلبكم لفترة، ولكن فيما بعد تعلمتوا أنه مش كل شيء كل ما يسطع ذهبا، وتأقلمتوا مع الوضع ومشي الحال وغيرتوا الأمور، صارت الآن أفضل من الماضي. كل الأحوال حوت، عاطفيا رح يصير عندكم نوع من الاستقرار العاطفي، الإشباع العاطفي، عدم الشعور بالوحدة، وإحساسكم عالي ومرهف جدا في خلال هيدا الأسبوع. عازبين الحوت، عفوا الحوت، عازبين الحوت بهالفترة، عازبين الحوت وقعتوا بعلاقة غرامية، على الأغلب استغليتوا لفترة من الوقت، بعدين انتبهتوا وقلبتوا المعايير والموازين. لما اكتشفتوا هالشيء غيرتوا الأمور إلى مصلحتكم. فئة من عازبين الحوت حابين يرجعوا لعلاقة لم تكن جيدة، فانتبهوا، هناك تحذير من الرجوع إلى الماضي. متزوجين الحوت بهالفترة عليهم حمل مالي رهيب، لذلك ما عم نشوفهم كتير عم يركزوا على الحب، لأنه في أحد الشركاء أو الشريك بخيل، مش عم يعطيكم مصاري والديون عم تتراكم، لذلك الحياة الزوجية صايرة صعبة بهذه الفترة. المنفصلين والمطلقين هناك احتمالية رجوع أو قرار بعلاقة جديدة وإيجابية وحب جديد وسفر، وممكن أيضا يصير عقد زواج أو عرض زواج أو خطوبة، إذا أنتوا حبيتوا، إذا أنتوا حبيتوا تشاركوا بهذا الشيء. أما بالنسبة للأرامل فعم شوف عندهم تركيز على المال بهالفترة، ومش عندهم تركيز على الحب والعاطفة، لأنه منو جاهزين صراحة، لسه ما صار عندكم هذه الجهوزية من أجل العودة إلى ساحة الحب والعواطف، بدكم شوية وقت بعد. بشكل عام بالنسبة للعاطفة عند الحوت، شفنا أنه هناك تغييرات إيجابية بشكل عام، وعلى ما يبدو
رح تقدروا تتعاملوا مع العاطفة، حساسين كتير، فترة حساسة جدا لإلكن عاطفيا، بس في حب جديد بيجي لإلكن، معجبين الناس فيكن على طول، بحاولوا دايما يحكوا معكن على طول، بس انتو يمكن احيانا ما بتنقوا الاشخاص الصح. عندكن لقاء جيد ممكن خلال هاللقاء او هالحفل او هالدعوة تتعرفوا الى حب جديد وعلاقة جديدة واتفاق جديد، وممكن تنجح ويتم زواج عند الحوت من الطرفين. بالتوفيق لبرج الحوت. ان شاء الله تكون الفقرة عجبتكم. ميرسي كتير لإلكن. اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث مباشر. بشوفكم انا قريب. بحبكم كتير. باي.